عبد القادر بن صالح من رجالات الدولة الجزائرية، وهب حياته خدمة للوطن، واسمه ارتبط بمراحل مفصلية من عمر البلاد. من مواليد 41 900 و1000 بدائرة فلوسن تلمسان، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني وعمره لا يتعدى 18 سنة. هناك بدأت مسيرته ليسبق مصلحة البلاد على حياته، حيث ناضل بنزع ألغام المستعمر ليعين محافظا سياسيا في المنطقة 8 للولاية التاريخية 5. غداة الاستقلال تقلد عبد القادر بن صالح مناصب دبلوماسية، سفيرا بمصر بين عام 1970 إلى غاية 74، وسفيرا للجزائر في العاصمة الرياض ومنظمة المؤتمر الإسلامي بين سنوات 89 900 و1000 و93 900 و1000. تولى بين هاتين الفترتين إدارة جريدة الشعب. وفي واحدة من أصعب المراحل التي عرفتها البلاد خلال سنوات التسعينيات، ساهم بن صالح في إنجاح مسار الحوار الوطني في العشرية السوداء كعضو وناطق باسم لجنة الحوار الوطني، حيث ترأس بعدها المجلس الوطني الانتقالي، وهو المجلس الذي أوكلت له مهمة التشريع للمرحلة الانتقالية إلى غاية 97 900 و1000. بعد خروج الجزائر من أزمتها أكمل بن صالح مسيرته السياسية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني لعهدة واحدة، ثم رئيسا لمجلس الأمة لعهدات 6 إلى غاية أفريل 2019، تاريخ شكل منعطفا بارزا في تاريخ البلاد وفي مساره السياسي، حيث تولى رئاسة الدولة في ظرف له من الحساسية بمكان، ورغم وضعه الصحي آثر على نفسه تحمل المسؤولية مجنبا البلاد متاهة الفراغ الدستوري، تحقيقا لإرادة الشعب في بناء جزائر جديدة. سيشهد التاريخ لعبد القادر بن صالح تبصره وهدوءه طيلة مساره النضالي والسياسي في أصعب الفترات وأحلكها. ستبقى إسهامات الرجل خالدة في الذاكرة الوطنية لما قدمه حفاظا على مؤسسات الدولة صلبة ثابتة.